أيام القاهرة للدراما العربية مسابقة لتقييم أحدث المسلسلات التي قدمت على الشاشات والمنصات العربية خلال العام الماضي. ده من على الإنترنت. إنترنت. 22 مسلسلاً عرضت الموسم الماضي تنافست على جوائز المهرجان. اختيار الفائزين يكون من خلال تصويت الجاليات العربية في أوروبا بهدف ربطهم بثقافتهم العربية. عايزينهم يتعودوا على بلدنا، يشوفوا التطور، يشوفوا الحضارة، يشوفوا كتير حاجات. بس انت بالفن اسهل لك تقدري توصلي للجيل الخامس في 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 المهجر. في كتير من الجاليات العربية واولادهم يمكن نسيوا العربي خالص، ما بيتواصلوش، مش فوش الا الاعمال الاجنبية، فاحنا عايزين نرجعهم. معهد العالم العربي مشارك معانا، الاعمال اللي هتفوز هيحصل ترجمة ليها، ويعني يتفرجوا عليها في كل اوروبا. احمد شهيد يا رشا، احمد شهيد. من بين الجوائز فازت الفنانتان بشرى وانجي المقدم بجائزه افضل ممثله لعمل وطني عن دورهما في مسلسل الاختيار. طبعا الحمد لله حلو ان الواحد يعني ياخد جايزه من بلده، بس الاحلى والاحلى انه ياخد جايزه او تصويت من جمهور في الوطن العربي اللي هو بلده الاكبر. يعني الدراما العربيه بتتطور كل سنه واصبحت تحاكي السينما وتنافسها، وبعدين استخدام التقنيات الحديثه ودخول الان النوعيه الحديثه بتاعه المسلسلات الرعب واستخدام التكنولوجيا الحديثه والجرافيكس والى اخره في هذه المسلسلات خلى ليها صدى كبير جدا عند الجمهور. ميه سخنه وزيت هيخلوا الشوكه تتفتح. كما فازت التونسيه عائشه بن احمد عن دورها في مسلسل لعبه نيوتن المصري والمسلسل التونسي حرقة. مهم برشا اللي تتسلط الأضواء على الأعمال الفنية الدرامية التونسية ولا الليبية ولا الجزائرية، يعني ماذا بينا كان نتعرفوا على الطاقات والمواهب اللي الموجودة. جوائز أخرى جاءت كالتالي: الفنان حمادة هلال عن دوره في مسلسل المداح، الليبية خدوجة صبري عن مسلسل عشق في ليبيا، وأروى جودة عن مسلسل حرب أهلية، وفاز مسلسل المنصة بجائزة أفضل عمل إماراتي. شرف كبير جداً لي أن أنا أكون بتكرم بين النجوم الكبيرة قوي دول من الوطن العربي، وأن احنا كلنا نكون فعلاً بنهتم بأعمال بعض وبنفهم لغة بعض. كرم المهرجان بعض الشخصيات، منهم اسم الكاتب الراحل وحيد حامد والراحلان سمير غانم ودلال عبد العزيز والفنان هاني شاكر. مهرجان فني ولكن ذو أبعاد ثقافية واجتماعية من شأنها تشجيع الجاليات العربية في المهجر على التعرف عن قرب على لغات وفنون بلادهم. سمر بشات، العربية، القاهرة. وحشتيني قوي. انت كمان تعرفيني؟ دي أمينة الصغيرة ومتسمية على اسمي.